السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل اشتري مني. النهاردة هنعرف ازاي نعمل طريقة جديدة للبكاتة باللحمة، طريقة جميلة سهلة بسيطة، وازاي تبقى مش دسمة عشان الناس اللي ما بتحبش الأكل التقيل تبقى لقمة خفيفة كده في العشاء قبل النوم. وهنعرف كمان ان ازاي الدهن في العتاقي والعظمة في الشوربة والباريس في الحلة، الباريس كده ما تبقى في الحلة من تحت، ها تبقى حاجة جميلة كلها كده نام تصحى. ايه 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 ده اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ هو اي حد معدي كده يقف على القرمة على البوديوم ويزيع كده ويقول اي كلام؟ انت لسه جاي اقول امبارح يا محمد، يا محمد يا نصري ما ينفعش كده، البوديوم حد يقف على البوديوم ويقول هو ده اسمه موديوم؟ موديوم ايه يا عم؟ موديوم امال ايه اللي بتقوله ده؟ انا قلت لك محمد يا نصري مش سيد يا كرش، خلاص خلص الموضوع. ايوه خلص اللي خلص ده موديوم ده. ايوه موديوم، امال ده اسمه موديوم؟ ايوه يا عم. فين بقى؟ انا واقف بقدم الحلقه. ده القرمة يا ابني، القرمة، القرمة اللي انت بتقطع. ما انا كنت لسه هقطع بس هو دخل قال لي موديوم. انا بقدم الحلقه يا اخوان. انت كنت لسه هتقطع بس هو دخل ايه؟ شفه. دخل شفه، شفه غليله، سلخني 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 يا عم. هو انا دلوقتي بقدم حلقه تشتري مني، انتوا دخلتوا ليه فجاه؟ بتقدم حلقه ايه؟ اشتري مني. انت بتقدم حلقه تشتري مني؟ بيقدم حلقه تشتري مني. اشتري مني دي كده طبق اليوم بكتب اللحمه. ايه اللي انت عايز تقدمه كمان؟ بتعمل حلقه دايت؟ ايه دايت ايه يا عم؟ بتقول عايز اقدم حاجه مش دسمه؟ ايوه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ انت مدخل صوتك ليه؟ مش فاهم. هو الشخصيه كده، انت ما عشان حلقه تشلبك تقوم تدخل لنا صوتك؟ انا بعمل حاجه نفسي فيها بصراحه. انت جاي تحقق احلامك. أيوة. انت شكلك كده جاي تحقق احلامك. أيوة. تحقق احلامك. أيوة. جاي تحقق احلامك. ايوه جاي تحقق احلامك. ايوه جاي تحقق احلامك. بس كفايه. ايوه 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 جاي احقق احلامي. فيها ايه لما اعمل دعايه للمحل بتاعي؟ فيها ايه يعني؟ مش كفايه مفيش حد مننا بيكسب جوائز ولا باخد هدايا؟ ايه ده؟ اوفر، منتهى الاوفر. لا انا اتاثرت بيه، اتاثرت بيه. لا اتاثرت ايه ده؟ 2 سنتي ونص متاثر بيه لغايه دلوقتي. لا حلو قوي ادائك، الله عليك بجد، عجبك؟ حلو قوي قوي. اوفر بس اوفر، قول من قلبي. اوفر بس اوفر يعني. لا مش جميل، جميل. عمل عمل. انا اقتنعت جدا بكلامه لدرجه ان انا عايز اعمل برضو الفكره بتاعته دي، اعمل شو ايه اسمها ايه؟ فاشون. ايه فاين شيف؟ ايوه هي دي فاشون. فاشون شو يعني؟ ايه شون؟ طيب شون 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 فاكر شون؟ دوس مالك على الافيه. ايه ما تدوس براحتك يا ابني. عايز اعمل فكرة، عايز اعمل الفكره دي. استنوا بس، انتوا لسه مصممين ان الجواز تبقى من عندكم؟ ايوه يا ابني. يعني انتوا كيلو اللحمه عقبال ما يوصل للفايز يكون باظ يا مش بلاش لحمه، خد كيلو كبده بلدي حلو. كبده هتقعد اسبوع قبل ما توصل. يا ابني خد يا ابني فستانين واسترزق وقدم جوائز. بنقدم جوائز، اسمع مني. اقول للي فايز مبروك كسبت معانا شراب باستك، يعني ينفع؟ ينفع يا اخوانا يا عم من غير استك؟ لو الاستك ده ليه مش متاثر بكلامنا لغايه دلوقتي؟ ما تتاثر عشان الموبايل اقيم. بكره هيبقى معانا برضو فايز جديد بموبايل جديد. لا عاوز يبوظها وخلاص، ما فيش فايده. يلا يلا استريحوا بقى، استريحوا. مفيش فايده، مفيش فايده. غير طبيعي طبيعي. اكسى اتفضل يا بيه.